سخيتش ولدي، ما سخيتش، ما سخيتش بك حبيبي، ما سخيتش بك. حقك غناخدوه كما كنتي كتحضر الراس ملي كنخاصم عليك. دابا حنا انا غنحضر راسي، والدقه اللي جاتني غنصبر ليها. علاش باش نبين لك حقك؟ السلام عليكم، معكم ماما يوسف، ضحيه الحادث اللي وقع نهار 8 شتنبر. ولدي كان راكب موطور هو والصديق ديالو، كانوا واقفين جهة جامع الملك، كانت واحد جردة ولد الضاوية. تحركوا يلاه تحركوا، وكانوا هما جوج مطر، يلاه تحركوا. تبعوهم مجموعة ديال الصقور، بالضبط ثلاثة ديال الصقور، أوتونوبيلة كحلة فيها جوج ناس، واحد لابس غير فوقية وواحد آخر. على ما كيعاودوا لي الدراري اللي كانوا تبعوهم من جهة هذيك الجردة، مشاو حتى لبنو تاشفين، وكان أسيمة، وهبطوا لجهة ليسي مصطفى المعاني، بالضبط محطة تخام عليتها. تما على حسب الكاميرات اللي شفت في التحقيق ديال لا ديال التخام ولا ديال المقاطعة اللي كاينة تما، الدراري غاديين وواحد من البوليس واقف في الراس وجوج تابعينه. عاد الطوموبيل اللي ما عرفتهاش انا، ما شفتهاش انا، اللي كنشوف بعيني كنقول لكم، ولكن اللي سمعته هو كذلك كنشوف نقول لكم. تبعوه والسيد اللي واقف لقدام، ملي وصلوه الدراري دفعهم. كنقول لك اللي قالوا، للاسف كاينين الناس اللي كيعاودوا لي هادشي، ولكن خوفا من اللي معروف ما قدروش هذا. المهم كاين الناس اللي شافوا هذا الحادثه واللي كيعاودوا ليا كيفاش. انا كنقول لك دابا اللي كنسمع واللي كنطلب التحقيق، هو التحقيق غادي ومن عندكم اسيدي. كنشكر الناس اللي واقفين على التحقيق، وكنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين على التعامل ديالهم معايا ومساندتهم ليا كأم كلومه، وفي اطار الخدمه ما عندي ما نقول. انا كنطلب من السي الحموشي يوقف ليا على هذا الملف بالذات، لانه وقف ملفات اخرين اعطى لكلا الطرفين سواء ظالم او مظلوم. نكون انا يا ولدي ظالم، انا نتحمل كامل المسؤوليه، ولكن هذا الشيء اللي وقع لولدي انا ما طريقه باش تقتل ولدي، راه مخالفه بسيطه كانت تخلصها بشحال، ما عرفتش انا بشحال كيتخلصوا لي طاريف بليتو لي طاريف ديال المخالفات. نخلصوها ماشي مشكل، يتشد 48 يمشي يدوز شهر ماشي مشكل. نقول ولدي دار مخالفه تستاهل العقوبه، اللي دار الدم يستاهل العقوبه، ولكن هذه المطارده تكون بحال هكا القتل، راه اي ام في بلاصتي راه ما غتقبلهاش. كتقلب ولدك كيكون مريض وتقلبو وتجري معاه في السبيطارات وما نعرف شنو، ما كتقبلش مشيئة الله، فما بالك واحد يدفع لك ولدك. انا ولدي مشى الله يرحمه، ربما ربي دار لي هاد القضيه ديال المقتل ديال ولدي. كنقول المقتل ديال ولدي كسبب نكون عندي دور في هاد المجتمع، نغير شي حاجه بيوسف. انا بغيت نغير شي حاجه بيوسف. اولا براءه ولدي اللي ما نتنازلش عليها، ايا غادي نمشي جوج كوبو لبراءة ولدي، ودوري كأم نوعي حتى الوليدات. الوليدات الله يرضي عليكم، إلا شفتوا البوليس هذاك رجل الأمن راه كيدير حتى هو خدمته، وانتوما رجال الأمن ملي تشوفوا الناس اعتبروا ولدك. ونزيدك واحد المعلومة، أن الناس اللي في السيكتور ديالنا راه بحال مدير ديال المؤسسة، حافظ التلاميذ وحافظ لي بارون. كنتي ملي شفتيه جي عندنا كاع دير ليه مخالفه، وقف لونسيه للناس اخرين. انا المهم كنقول، ربما الناس تاع القانون غادي يفهموا اكثر مني ويصحوا ليا، انا درت هاد الانترفيو ويصحوا ليا الناس. انا بغيت حق ولدي، حق الوليدات، ما غنتنازلش على حق ولدي بالقانون. وحتى هادوك الناس اللي تبعوا، علاش علاش اشنو داروا هاد الدراري؟ واش هازين حشيش؟ واش دايرين شي مخالفه موطور؟ اشنو داير؟ ندير شي اكسيدون كيهربوا به شي سلعه غير قانونيه؟ ربما هادشي اشنو نفهم، يعطيوني جواب مقنع. بالله عليكم هاد الشاب علاش يمشي هباء؟ ها هو ولدي بدون سوابق، ولدي نقي ما عنده لا بليه لا والو،
ما كما قلت من قبل عمر الجار شي واحد فيهم مدق يقول لينا راه يوسف راه دار. باش ولدي كنتسناه يخدم وكنتسناه يكون عريس ونتسنى وليداتو 21 عام وحنا كنربيو انا وخوتي وميمتي الله يخطيها عليا يولي في ورقه مور نو ناتوريل نو ناتوريل. انا هاد المور نو ناتوريل بغيت فيها تحقيق معمق. ولي دار الدن يستاهل العقوبه واخا يكون ولدي الله يرحمه. انا نتحمل المسؤوليه. هذاك السيد اللي دفع والناس اللي تبعوا والناس جوج اللي كانوا في هذا في الطوموبيل كلهم يتحطوا قدامي وانت كلهم يجيو كلنا امام القانون. ياك حنا كلنا ياك رجال الامن وانا وولدي والولد الاخر كلنا امام القانون سواسيه. لي يسرع عليهم يسرع عليا حتى انا وانا نقبله ولكن رجع الحق ولدي ما يمشيش هكاك. انا الحمد لله حمدتك يا ربي وشكرتك وكنقول مزيان نعطي عبره لولاد الاخرين. ولدي ما سخيتش ولدي ما سخيتش ما سخيتش بك حبيبي ما سخيتش بك حقك انا اخذوه كما كنتي كتحضر الراس ملي كنخاصمو عليك. دابا حنا انا غنحضر راسي والدقه اللي جاتني غنصبر ليها علاش باش نبين لك حقك. انا عاده نوره بلا هذا ديال يوسف الناس كلهم عزيز عليا ندير فيهم الخير وانا هذا النداء اللي كندير دابا وهذا الموت ديال ولدي نداء وخير للناس الدراري الاخرين. الله يرحم لكم الوالدين وسطوا لي غير صوتي. انا ما باغا والو ما باغا لا داك التعويضات وداك الشيء ولا نقول راه ولدي كان غادي كما قال لي واحد واش ولدك كان غيخرج طبيب. انا ولدي بغيت يخرج غير شمكار ونخرج راس الدرب وغادي يفيدني ولكن بغيت واحد هايا بغيت ولدي حدايا. واش الا كل كانت هاد الامكانيه نطلب والله ما نقول لكم شي حاجه نطلب ربي يرجع ليا قلبي راه كيتقطع على ولدي. علاش هكا يتهم شي حاجه اللي ما دايرهاش. قالوا هاد الولاد خرجوا في البوليسي وهما غاديين بواحد السرعه. انا شفت لا فيديو اقسم لك بالله لو انه قصدوا هذا يسيب ليه وهذاك البوليسي انه يضربوه بهذيك السرعه يقتلوه. هما غاديين طول لوبستاكل هو البوليسي هو قال راه خرجوا فينا. الدراري مضروبين طايحين حك ولدي مضروب هاد الجهه كامله والولد كذلك. يعني اللي تدفعوا جا من البلاصه اللي واقف فيها دفعهم لهاد الجهه يعني ما تضربوش لو انهم هذا غادي يضرب ولدي هنا ما غيضربش هاد الجهه يعني تدفع من هاد الجهه. انا كندوي وانتوما قولوا لي واش هاد تحليلي واش صحيح ولا غلط. غادي النيشان غيضربوا هنا وغيضربوا البوليسي يقتلوه. في المطارده راه كاينه راه باينه ما كتحتاج لا شهود لا والو. والدفع من هنا والدراري مضروبين هنا ولدي مضروب هنا مخيط العين هنا مضروبه كرشو مضغوط بحال ضغطتي شي بونجا ولا بارتي كامله كلها دم. مضروب في رجليه مخيط كله. علاش واو وعلاش هادشي كله والحولي كتذبحوا لي سنه وكيبقى فك. في الحادثه قالوا لي حيت هادشي غير عاد سمعته غير هاد الصباح قالوا لي بان واحد الولد سجل مور الحادثه مباشره سجل وسجل حتى لي ماتريكول ديال المطار سجلهم وسجل اللحظه فاش الولد اللي كان ورا ولدي رغم ان الضربه ورغم الدم ورغم الولد ولدي كان ما عنديش الصوره نوريك كيفاش الحاله ديالو بداو كيديروا المينوط الولد اللي مضروب ورا ولدي حتى بداو تيغوتوا شي عيالات. الولد يسجل ما عرفش المور الفوقيه بانه مع البوليس. جا عند شي واحد في الدراري تما كيقول لي راني سجلت ناضو شدو صرخوه ومسحوا ليه لا فيديو. علاش مسحوا راه بيا كنتوما خدامين ياك دايرين خدمتكم علاش مسحوا ليه الفيديو.
غادي يقولوا لي كار لحرمه الميت وحرمه هذا، لا خليوه. انا كنعرف راسي بريئه وخدامه، انا دابا انا عارف راسي كنقول الحق، هادشي نقول الحق وهذا ونتحاسب عليه. كندويها قدام غيشوفني الملايين ديال الناس، ولكن كنقول الحق. علاش مسحتو هذاك لا فيديو؟ الدري مضروب ودرتو ليه المينوط. انا كنقول لك اولدي سمعت ويجاوبوني، يجاوبوني بمحضر، يستدعيوني، يديروا لي هذا يجاوبوني، يبردوني. واش رجل الامن؟ الامن شنو الامن؟ راه هو الامن هو انك تجلس وكتافك عامرين ما تخافش، تولي تخرج وتخاف من رجل الامن، تولي سايق السياره ديالك ولا الموتور ديالك وخايف، تولي غادي في الطريق وخايف. وتصور يا سيدي انهم هادو وليدات اللي راه غلطوا كما تيقولوا الناس، انهم ما وقفوش، هي غلطوا. انا كنقول لكم الوليدات غلطوا، ولكن علاش؟ علاش؟ لان هذاك السيد في السيكتور ديالنا معروف بالظلم، ولدي راه بحاله، ويلا بحثتو مزيان راه غادي تلقاو لي مامو. الحظ اللي عندنا حنا ان وليداتنا بدون سوابق، الوليدات الاخرين ما عرفناش، ما غاديش نحكم عليهم، ما عرفتهمش شنو دايرين، ولكن عندهم سوابق. يوسف تذكر الله يرحمه، والله ما كنستوعبهاش. يوسف ولدي الله يرحمه، والولد الاخر بدون سوابق، رابع حاله. واش هاد السيد غيخليوه يستمر في هادشي؟ انا راه كنقول عرفتي عذري اللي كنبرد بيه راسي، كنقول بوتاتك هاد السيد مريض، الا كان هذا راه ما خصوش يبقى لسلامه ناس اخرين. هاد الوليدات اللي غادي كانوا غاديين بالسرعه، لو انهم ضاربين شي واحد مسكين غادي كيترزق الله، شي امراه مسكينه ارمله ولا مطلقه وخدامه على وليداتها، ولا شي بنيه مسكينه تحرق يتحرق قلب امها عليها، ما راه يمكن ممكن انهم يضربوا شي حد. حيت واحد التراجي راه كبير، راه من جيت جامع الملك كاينه الجرده ومشاو حتى لبنوته شفين وهبطوا، راه ممكن تكون شي حادث الله يحفظ اللي كثر من ولدي. وديك الساعه بسميه القانون غادي يتعاقب ولدي وكان باقي في الحياه، ياك؟ بحيث لفت انه هو اللي صايد يتحمل كامل المسؤوليه. انا بغيت هذوك الناس اللي تبعوا ولدي بغيتهم يتحاسبوا ويتحملوا المسؤوليه باسم القانون اللي كان غيسري على ولدي، يسري عليهم بجوج. سعاده الحموشي الله يرحم لك الوالدين، انا مزوجه فيك كأم، عندك وليداتك، دير ولدي واحد من ولادك، وحسن الولد الاخر حتى هو مضروب. راه انا ماشي طبيبه، يمكن تكون تعاهه مستديمه، راه خمسات الهرسات وجهه كامل من هنا من تحت العين لهنا كلشي حديد، راه لا لا الا ما بقاش عاهه مستديمه، الا شاغل برد، الا لحد الساعه راه بان كيحل فمو كياكل غير بالسورانك. الله يرحم لك الوالدين، هادو وليداتك باش ما حكمتي عليهم. ولدي حكمتي عليه بشي حاجه، انا نتحمل المسؤوليه، انا كنقولها لكم امام الملأ، انا اتحمل مسؤوليه لهذا ولدي. الا كان مودي انا ندوز الحبس، كانوا فلوس نمشي نسعاهم ونخلص على ولدي. والله الله يخلي لي امي وامتي اخوتي، اي حاجه كانت في سبيل ولدي باسم القانون وبالحق، بالحق. هادشي لا ولدي اش غادي نقول لك؟ والله يعطي الصبر لامي وامتي، والله يعطيني الصبر. والناس كاينين الناس اللي كيشوفوني وكيقول لي لا لا واقفه، انا واقفه باش نجيب حق ولدي. كنا كنتفرجوا في الافلام، وسمح لي وسمحوا لي، كنا كنتفرجوا في الافلام وكنسمعوا كيقول لك انا ما غادي ناخذ العزه ديال ولدي او لا هذا حتى ناخذ بالثار. انا ما بغيتش الثار، انا ما غناخذ عزه ولدي وما غنبكي ونعدد وندير كل شيء حتى يجي لي حق ولدي. نمشي عند راسو نقول لي يا حبيبي يا يوسف، يا حبيبي يا يوسف، يا حبيبي راك باري، ما دايرش الناس في لي كومونتير، حرام عليكم تقولوا راه شفارين هذا، حطوا راسكم في بلاصتي. ويكون لالا ولدك شفار، واش تقبلي عليه انهم يقتلوه؟ كاين العيال اللي كيكونوا ولادهم في عكاشة ولا اش كيدو، كنشوفوهم كهزين القفوف كياكلوا حسن ما كياكلوا في ديورهم. انا ولدي ماشي شفار، اقسم لك بالله ولدي ماشي من دوك الوليدات. ها هو راه
اجي حدايا اجي حدايا، ها هو راه فيه خوه، فيه ولد خالته، فيه ولد عمه، هو قول لهم كي داير يوسف. كيفاش عليك؟ الله يرحمو، شنو نقدر نقول ليا؟ الله يرحمو صافي، الله يرحمو، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق اللي كان سبب. وانا ما نسمحش، انا ما نسمحش البوليس اللي درت الحاله هذه، وما نسميوش انه بوليسي، نقدرش نسمي بوليسي، حيت شي ما كيديرش مادام كيتشد شفار. شحال من مره كيتشد شفار قدامنا وكيقول لك ما عندكش الحق تقيسو، ما عندكش الحق تضربو، ما عندكش الحق ادي كتشدو كتسلمو السلطات، هادشي اللي تنعرفو. شفار ما بالوك واحد ما دير شي حاجه، لا بيدي لا برجلي، هادشي اللي يكون. لا ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، هادشي اللي كاين. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.